المواقع الافتراضية هي من أكثر المواقع تغيرا في العالم، ودائما خلال فترة قصيرة هذه المواقع تعمل تغييرات في موقعها للتأقلم مع التطورات العالمية. وفي هذا الفيديو سأريكم التغيرات والتطويرات المهمة التي موقع إيباي سيفعلها بموقعه خلال سنة 2018. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. إحدى أكبر التغيرات التي إيباي أعلنها لسنة 2018 هي التعاقد مع شركة دفع إضافية، وهي الشركة الهولندية إيدن، وهي إحدى شركات الدفع الرائدة في العالم والتي ستكون البديل لشركة بيبال. هذه خطوة جيدة لأنها ستجذب عدد كبير من الزبائن الإضافية للموقع الذين سيستعملوا إمكانية الدفع عبر شركة إيدن. الكثير من التجار الذين يبيعون في موقع إيباي يتساءلوا إذا يجب عليهم تغيير أي شيء في حسابهم. حاليا موقع إيباي لم يطلب منا أي تغييرات، ولكن على الأغلب في المستقبل القريب سيكون بعض التغييرات التي يجب فعله. وأعدكم أن أخبركم بحالة موقع إيباي سيطلب تغيير أي شيء في حسابنا. التغيير الثاني، موقع إيباي سيحسن إمكانيات الدفع وشكل صفحة الدفع، أي صفحة التشيك أوت، مما سيسهل على الزبائن إمكانية رؤية أسعار المنتجات ويسهل عليهم شراء المنتجات بأسعار رخيصة جدا نسبيا. التغيير الثالث، موقع إيباي أضاف عامل جديد في إمكانيات فرز صفحة نتائج البحث في الهاتف والتي تسمى بالإيباي جارانتي ديليفري، مما سيري الزبائن التجار الذين يوفرون إمكانية شحن آمنة وسريعة للمنتج الذي يبحثون عنه. لذلك أنصحكم توفير عدة إمكانيات شحن لمنتوجكم وتعريف رقم التتبع بأسرع وقت ممكن لكي إيباي يقيمكم في قائمة التجار الذين يوفرون إمكانيات شحن آمنة وسريعة. التغيير الرابع، موقع إيباي سيوفر لنا إمكانية إنشاء صفحة أسئلة وأجوبة جاهزة عن كل منتج نبيعه، مما سيوفر علينا الكثير من خدمة الزبائن ويوفر للزبائن جميع الأجوبة اللازمة عن المنتج. أنصحكم إنشاء هذه الصفحة لمنتج تلاحظون الزبائن تسأل الكثير من الأسئلة المتكررة عنه. لإنشاء الصفحة توجهوا لـ Account ومن ثم إلى Manager Communication with Buyers، وسيكون مبين الجملة Manage Questions and Answers، واضغطوا على Edit وأنشئوا الأسئلة والأجوبة للمنتج الذي معنيين به. التغيير الخامس، موقع إيباي لا يوافق كتابة إمكانيات اتصال في مربع وصف المنتج. في السابق إيباي كان يوافق للتجار لإعلان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم هاتفهم، والآن إيباي لا يوافق. لكل شخص قد أعلن إمكانيات اتصال في مربع وصف المنتج أنصحه حذفها. التغيير السادس، ابتداء من سنة 2018 إيباي غيرت شروط إعلان الصور للمنتجات، ولا يوافق لإدخال علامات مائية التي تسمى بالووتر ماركس. هذا بسبب أن جوجل يرفض إظهار صفحات مبيعات لصور مع علامات مائية، مما سيقلل انكشاف صفحة مبيعاتكم، فمفضل عدم إدخال علامات مائية لصوركم. التغيير السابع، وهو متعلق في تأمين صفحات مبيعاتكم، برنامج جوجل خروم غير شروط استخدامه للحماية. أنا متأكد خلال تصفحكم في موقع إيباي لاحظتم بعض الصفحات مربع وصف المنتج للصفحة غير مبين، وعلينا الضغط على الرابط لرؤية الوصف للمنتج. هذا بسبب أن الوصف يحتوي على رابط غير آمن. أنصحكم فحص منتجاتكم. يمكنكم الدخول للموقع المبين تحت الفيديو وسيفحص صفحات مبيعاتكم أوتوماتيكيا. بحالة إذا يوجد صفحة غير آمنة عليكم التوجه لإعدادات الصفحة وتحويل الـ HTTP إلى HTTPS. التغيير الثامن، إيباي تغير مبنى صفحة نتائج البحث. الكثير من الزبائن تشتكي لموقع إيباي بخصوص مبنى صفحة نتائج البحث. عند البحث عن منتج معين سنرى الكثير من النتائج للمنتج نفسه، مما يضلل الزبائن في اختيار التاجر المناسب واستهلاك الكثير من الوقت بالبحث عن التاجر المناسب والسعر المناسب أيضا. لذلك إيباي ستغير مبنى الصفحة وسيكون مشابه لمبنى صفحة نتائج البحث في الأمازون،
وسيكون أشبه بالكتالوج، أي في صفحة نتائج البحث سيظهر المنتج مرة واحدة وجميع التجار سيكونوا داخل الصفحة، مما سيسهل على الزبائن اختيار التاجر الملائم لشراء المنتج، وأيضا سيوفر على التجار الوقت في معرفة بأي مبلغ التجار الآخرين يبيعون المنتج ومنافستهم. أنا متأكد هذه التغييرات ستحسن أداء موقع إيباي وتمنح الزبون التسوق في الموقع بسهولة، مما سيزيد عدد المشتركين وسيزيد عدد مبيعاتنا بشكل كبير. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتوا في إضافة معلومات مفيدة لكم، وللأشخاص التي يوجد لديها أي تساؤلات بخصوص أي تغيير أرجو كتابتها في التعليقات تحت وسأحاول جاهدا مساعدتكم. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع إيباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريباً.